انا باقي جداد على قسم الوطني الثاني، تنتعلموا بلاماس نتعلموا منه ان شاء الله، غادي نقولوا الكلمات ديالنا في الروتور ان شاء الله. طموح ديال الفريق ان شاء الله، غادي نقولوا الكلمات ديالنا في الروتور ان شاء الله، نطلعوا بروميير سير ان شاء الله. صورا شكرا خويا سيمو على الاستضافه وهذه، والحمد لله على الفوز. وخويا باش ندوزو اجمل مقابله، خويا الشوط الاول راك شفتينا كان شويه ديال العياء في الشوط الاول، كان شويه العياء ديال الترونسبور وكذا مراكش راه ماشي قريبه. ايوا الحمد لله ما طيحناش يدينا، ضربنا في الدوزيام ميطا وكنا كان عندنا احساس اننا غادي نربحوا، والحمد لله سبحان الله بقاو كونسونطري ماتش، كلشي كان موجود ليه وموجودين ليه وكلشي كان مزيان. شكرا. ايوا قدرنا مجهود فردي ومجهود جماعي ديال الدراري قدرنا نجيبوا الفوز، والحمد لله الدراري ساعدوني. الطموحات ديالنا كيف قلت لك ديك المره السابقه خويا سيمو هو الطلوع ان شاء الله، لاعبين على الطلوع وما بيناتنا وما بيناتناش بزاف بين الاولى، وان شاء الله غادي نربحوا ان شاء الله. اولا شكرا لكم وشكرا للقناه ديال فجر سبور الصفحه الرياضيه اللي خادت هذه المبادره الاولى من نوعها في المغرب، اللي غادي ترفع بمستوى ديال الفوتسال المغربي. شكر خاص سي سيمو. اولا الحمد لله على ثلاثه النقاط اللي ما جات سهله كما تعرف المتتبعين، كنا خاسرين بواحد الزيرو و ثلاث حمية ميطون بواحد الزيرو، باش رجعوا في النتيجة وسيرتو السيرفاس ديال لاصال الأرضية ديالها سريعة، ما مولفينش حنا نلعبوا على الأرضيات، والحمد لله الدراري كانوا في المستوى وتبعوا التعليمات اللي عطيناهم بين الشوطين، والحمد لله تحقق لنا الفوز. والصراحة احنا حاطين واحد المخطط ديال الصعود ان شاء الله، خاصة بان الكل تيعرف بان الصعود هذا العام غادي يكونوا ثلاثة الفراقي، اللي عام اكسبسيونيل اللي حالة خاصة اللي غادي يطلعوا ثلاثة الفراقي، وحنا ما كرهناش نكونوا من ضمن دوك ثلاثة الفراقي اللي غادي يطلعوا، فهذا هو الهدف ديالنا، نلعبوا على الثلاثة الاولين ان شاء الله باش نحققوا الصعود.